تعالى اما اقول لحضرتك على قصه جميله بتتعمل الان. الامارات فجاه تنازلت لمصر عن 11 مليار دولار كانوا ديون على مصر. مصر كان مفترض تسدد للامارات 11 مليار دولار ودائع، الامارات قالت عفى الله عما سلف انا مش عايزاهم. ده اللي اعلام السيسي بيحاول يصدره لحضرتك. الامارات تنازلت عن 11 مليار دولار. بدا اعلام السيسي واجهزه السامسونج توزع الرسائل، وخرج واحد زي مصطفى بكري زي ما هو امام حضرتك الان، الصفقه الاماراتيه المصريه بهذا الحجم الكبير الذي اعلنه رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي هي ثمره لتوافق البلدين الشقيقين والقيادتين في كلا البلدين. 35 مليار دولار هي البدايه خلال الايام المقبله، 35 مليار دولار خلال الايام المقبله، تمام؟ ضربه مش عارف للسوق السوداء، استثمارات، مستلزمات انتاج، رغم ان الصفقه عقاريه هنبيع بها ارض وهنعمل بها مشروع عقاري، لكن قال لك مستلزمات انتاج. المهم حواريك ده مستلزمات انتاج ولا لا؟ زي ما بكري المعرض بيقول لك، لكن بكري بيقول لك ايه؟ 35 مليار دولار خلال الايام المقبله. طيب شوف مثلا احمد موسى، شكرا للشيخ زايد والامارات العربيه، ليه؟ ده بيتنازلوا لنا عن 11 مليار دولار. راس الحكمه يا ابني، ده مدينه بتتباع، قال لك لا ده تنازل. طيب شوف نشأة الديه بقى، لسه بكري بيقول لك 35 مليار الايام المقبله، نشأة قال له لا انت، انا عندي رساله احدث من بتاعتك، السوق السوداء في ذمه التاريخ بعد توقيع اكبر صفقه دولاريه 35 مليار دولار في البنك المركزي خلال ساعات. لسه مصطفى بكري بيقول لك خلال ايام، قال له لا والله خلال ساعات. جاء احمد موسى قال له انا عندي رساله احدث منكم بعد شهرين من الان. يا ابني لسه بنقول ساعات وايام، قال له لا بعد شهرين يا راجل، بعد شهرين، ده ابديت جديد. مع ضخ المليارات من الدولارات في اكبر صفقه استثمار وشراكه مصريه اماراتيه في راس الحكمه. الغريب والاغرب والمستغرب ان جالك المهندس نجيب ساويرس رجل الاعمال، شكرا دوله الامارات، انا مش هقرا اكتر من كده، شكرا. بقيت التويته بتاعت المهندس نجيب ساويرس جميله جدا بصراحه يعني، بس كفايه في اول جملتين، شكرا دوله الامارات. طيب جميل، بعيدا عن شكر نجيب ساويرس عشان له استثمارات في الامارات والكلام ده كله، لكن بقى السؤال يا جماعه، هي الامارات بجد 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 اتنازلت لمصر عن 11 مليار دولار؟ يعني معليك، معلش انا اسف، دايما لازم يكون في مجال ومساحه انك تحترم نفسك. يعني ايه؟ يعني لا تصدقني ولا تصدق غيري، صدق نفسك انك الاول واحد يكون بيحترم عقلك وبيحترم ادميتك وبيحترم تفكيرك، ما بيتعاملش معاك كحاجه كده اعزكم الله. هل السؤال بناء على اللي قاله اعلام السامسونج، هل الامارات تنازلت لمصر عن ال 11 مليار دولار بتوعتها الودائع اللي موجوده في البنك المركزي زي ما اعلام السامسونج قال؟ الاجابه لا. ليه بقى؟ تعالى شوف حضرتك الخبر من السي ان ان الامريكيه، واللي هتلاقيني حاطط لك اللينك بتاعه، سي ان ان الامريكيه الناطقه باللغه العربيه مقرها في دبي. سي ان ان الامريكيه الناطقه باللغه العربيه، مقر الموقع بتاع قناه سي ان ان الامريكيه الناطقه باللغه العربيه في دبي، المركز الاقليمي بتاعها في دبي. شوف بقى المقال اللي نزل في السي ان ان الامريكيه علشان يوضح لك الكلام ده كله، قال لك لا لا لا، الامارات مش هتتنازل عن ال 11 مليار دولار، انتوا فهمتوا غلط. احمد موسى قال لك هيجي 35 مليار دولار، جميل؟ نشأة الديه قال لك 35 مليار دولار، كل اعلام السامسونج قال لك 35 مليار دولار. شوف بقى ال 35 مليار دولار دول هيجوا ازاي؟ وشوف ال 11 مليار دولار اللي قال لك اتنازلت عنهم، هي اتنازلت ولا لا؟ في الورقه الاولى اللي امام حضرتك اول سكرين الاول، وزي ما قلت لحضرتك الخبر هتلاقيه كامل في صندوق الوصف او في اول تعليق لو على الفيسبوك، تمام؟ بص بقى حضرتك، وتابع رئيس الوزراء المصري قائلا: نحن لدينا ودائع في البنك المركزي للامارات بقيمه 11 مليار دولار، سيتم تحويل خمسه منها في الدفعه الاولى من الدولار الى الجنيه المصري. الا يعني الامارات هتاخد ما يعادل ال 5 مليار دولار، اول دفعه من ال 11 مليار هتاخد ما يعادلهم بالجنيه، يعني ما تنازلتش. قال لك يوك، لم تتنازل. ده كلام مصطفى مدبولي على قناه السي ان ان الامريكيه على الناطقه باللغه العربيه اللي في الامارات. بص، سيتم تحويل 5 مليارات دولارات من الدفعه الاولى من ال 11 مليار، سيتم تحويل 5 مليارات دولارات الى الجنيه المصري. مين اللي هيستخدمهم؟ من اجل ان تستخدمهم شركه ابو ظبي اللي هي التنمويه وشركه المشروع في انشاء المشروع اللي في راس الحكمه. انت متخيل؟ يعني مش تنازل. قال لك لا مش تنازل، هي هتاخدهم. الامارات يا جماعه لها عندنا فلوس، واحنا ما قدرناش نسدد للامارات ولا الكويت في شهر 9 تقريبا او 10 اللي فات،
وطلبنا التأجيل للمرة العاشرة، فكده كده الإمارات عارفة نفسها مش واخدة الودائع مع عبد الفتاح البلحاوي، مش واخدة الودائع، فقالت معلش والنبي حولهم للجنيه وادوهم ليا أستثمرهم في المشروع بتاعك. يعني مش تنازل. نكمل الخبر بس عشان حضراتكم تعرفوا اللعبه اللي اتعملت وبتاعت، قال لك تتنازل وشكرا للامارات. الامارات لم تتنازل، الامارات اصبحت هي المالك الفعلي لمصر. نكمل الخبر. سيتم تحويل 5 مليارات منهم في الدفعه الاولى من الدولار الى الجنيه من اجل ان تستخدمهم شركه ابو ظبي، تمام؟ واضاف مدبولي قائلا وبعد ذلك بشهرين ستدخل 20 مليار دولار إلى خزينة الدولة، عبارة عن 14 مليار دولار سيولة بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع 6 مليار ماله. وبذلك نحن نتحدث عن 24 مليار دولار سيولة بالإضافة ل 11 مليار دولار الذين كانوا ودائع للإمارات، سيتم تحويلهم في البنك المركزي إلى الجنيه المصري. يعني الإمارات لم تتنازل، هتاخد ال 11 مليار بما يعادلهم من الجنيه المصري بعد التعويم. يعني هو لسه في تعويم هيتعمل خلال ايام، هي هتاخدهم بما يعادلهم في الجنيه المصري بعد التعويم، وتاخدهم منك جنيه وتجيب شركات المقاولات والكلام ده كله يشتغلوا في المدينه اللي هي اشترتها مننا، مدينه راس الحكمه، واشترت مننا اراضي اخرى في العين السخنه بقيمه ال 11 مليار اللي هتحولهم من الجنيه، هتجيب العمال المصريين والشركات تشغلها، تمام؟ في استثمار عقاري، مش في زراعة ولا صناعة ولا تجارة وحاجات وتدخل ربح والحوارات دي. استثمار عقاري، مدن خرسانية. ومن ضمن القصة بقى ان فلنفترض الاستثمارات اللي هتيجي لرأس الحكمة دي بالفعل ضخت في البنك المركزي جدلا يعني، تمام؟ المشكلة ان احنا عندنا ديون واجبة السداد في يونيو الجاي، اقصى حد يونيو الجاي 42 مليار دولار. فلنفترض ال 20 25 30 ايا كان الرقم هيدخل البنك المركزي، فانت معاك محتاج تحط ضعف هذا الرقم عشان تسدد ديون واجبه النفاذ، ما تنفعش تتاجل. ده بالاضافه ان فلنفترض انت قدرت تجمع المبلغ الناقص وسددت الديون واجبه النفاذ، في عندك لقطه ثالثه مهمه جدا وهي المستلزمات الغذائيه ومستلزمات الانتاج اللي محتاجه تيجي يوميا، الزيت، السكر، الرز، الحاجات اللي بيتم استيرادها، الحاجات دي كلها هتجيبها ازاي؟ انت محتاج لها دولار بشكل يومي، هتوفره منين في حين ان المبلغ الدولاري اللي جاي لك انت رايح تسد بيه ديون، هو مش هيقعد نص ساعه في البنك، انت هتسد بيه ديون تاني يوم الصبح. هتجيبه منين بقى الدولارات للناس علشان خاطر تجيبوا سلع عشان اسعار السلع تقل؟ اذا اسعار السلع مش هتقل لان كده كده مش هيبقى فيه دولار علشان معاليك تجيب بيه سلع. فهي دي اللقطه، الامارات لم تتنازل عن 11 مليار دولار. وهقول لحضراتكم على جملة واحدة، سواء انت بتأيد السيسي سواء انت معارض للسيسي، السيسي لما افتتح وحدة للصرف الصحي وتحلية المياه في أسوان راح افتتحها بنفسه، تمام؟ مسجد الفتاح العليم اللي ما فيش في 10 بيصلوا فيه لما جه افتتاحه السيسي اللي راح افتتحه. يعني السيسي بيروح يفتتح أي مركز شباب للناشئين، اي حد بيفتتحها بالفيديو كونفرنس، ما بيحق ده موضوع البولتي والبوري والجمبري بتاع الجيش افتتحوا بالفيديو كونفرنس، يعني ما بيسيبش. بالله عليكم لو مشروع زي ده هيدخل لمصر 35 مليار دولار دفعه واحده وما فيش ورا منه خيانه عظمى بتتعمل في بيع مدينه مصريه بالكامل بما فيها وما عليها من سكان بيتباعوا كلهم بالكامل، مدينة رأس الحكمة هتبقى جزء من أرض الإمارات على أرض مصرية، جزء من أملاك الإمارات على أرض مصرية، جنب الأفدنة اللي هتباع في العين السخنة جنب البحر الأحمر اللي هي كل موانئنا على البحر الأحمر الإمارات اشتريتها أصلا. بس بالمناسبة لو لقطة زي ديت ومشروع حقيقي من الطراز الأول وما فيش ورا منه خيانة بقدر خيانة تيران وصنافير، ليه السيسي ما ظهرش فيه وتصدر المشهد وطلع مصطفى مدبولي الهلهوطة اللي مالوش لازمة؟ ده سؤال مهم جدا. ليه السيسي لم يتصدر هذا المشهد وجعل مصطفى مدبولي هو الترند؟ ده نقطة مهمة. النقطة الثانية الأهم من المهم من اللي أنا حكيته لك كل ده، لنفترض إن ال 35 مليار دولار داخلين مصر بكرة الصبح، أسأل الله عز وجل أن ينزلها بردا وسلاما على مصر وأن يغنيها هي وشعبها، تمام؟ لنفترض إن ال 35 مليار دولار اللي إعلام السامسونج بيكلمك عنهم داخلين بكرة الصبح، عايز أقول لحضرتك على حاجة. شفت الخبر اللي ظهر مرة واحدة ده؟ ده 42 مليار دولار واجبين السداد لمصر حتى شهر يونيو الجاي. عارف يونيو ده امتى؟ بعد 3 شهور.
مطلوب من مصر 42 مليار، يعني ما عليك ال 35 مليار اللي جايين لك لو اخدتهم كلهم في ايدك انت محتاج كمان 7 مليار عليهم عشان تسد ديون اتعمل بها الكباري. طب ال 35 مليار دول كان مقابلهم ايه؟ بيع مدن مصريه، مدن مصريه بالكامل بتتباع. طب ال 35 مليار بعد ما يدخلوا، هل السيسي هيتعظ من اخطائه السابقه زي ما التويته بتاعت نجيب ساويرس بيقول فيها؟ الاجابه لا، هذا الرجل ماشي بمبدأ لا أريكم إلا ما أرى، يعني ال 35 مليار هيذهبوا في الفناكيش والمليارات دي كلها هتذهب في الفناكيش اللي أصلا هي رايحة لسداد ديون الفناكيش، يعني الفلوس هتدخل بعد ساعتين تخرج بعد منها بربع ساعة مباشرة لسداد الديون الأخرى. وهو ده الوضع مع عبد الفتاح السيسي وأكذوبة الإمارات تتنازل عن 11 مليار دولار.